نلقاه العائلة رجعت بعضها وبعد اللي صار. لكن اللي صار ما يشرفش النادي الافريقي. وفي تاريخ النادي الافريقي نقول في تاريخ النادي الافريقي هذا نتكلم على فريق عريق وعنده تاريخ كبير ياسر، اول مره تصير حاجه كما هذا. صارت قبل، صارت حتى في انديه اخرى ما صارت شي هكا. لا صارت النادي صارت تاريخ النادي الافريقي. جمهور الاسبيرانس ما باش يضرب ساعه كبير قبل الشامبيونز ليغ. جمهور السي اس اس ايضا النادي الافريقي يهبط للملعبيه. شو نقول؟ جمهور يهبط يضرب ملعبيه، ملعبيه تحب ناحية مدير رياضي، ما صارتش هذيا. اليوم المشكل الحقيقي في النادي الافريقي، خلينا من التسيير. اليوم الملاعبيه، الملاعبيه البستير نتاع الكلوب افريكان مقسوم على ثلاثه ولا اربعه. لا غلط، هذه غلط. نعطيك انا معلومه. لا غلط عاد، لا غلط عاد، لا غلط، لا غلط. بكادر خويا اسمعني يا عبد المجيد، يا مجيد وقاع صح اللاعبين. لا لا لحظه، لحظه انا صحيح. لحظه انت تحب تزين ما تزينش. لا 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 مش انا تو كنت نزين، انا كنت نزين تو. نحكي على جمعيه كبيره وعريقه. غلط غلط، وقع صح لاعبي النادي الافريقي. وقع صح باش المسؤوليه تبعد على هذا وعلى هذا. المسؤوليه المسؤوليه لا لا شنو نقول لك تو. انا نتكلم، لا سلموا لي كادر، سلموا لي جوج الكلوب. لا هذا ما حضرش على الملاعبيه نتاع الكلوب الافريكان. الملاعبيه تو نتاع الكلوب الافريكان يلعبوا حقهم، يحطوا لهم تصاور نتاع البياري وعتوقا وطار الشيبي، الاسماء هذه اللي هزت الكلوب الافريكان الفوق. الملاعبيه هذوما اللي موجودين تو ومع احتراماتي اليوم ما يجموش يلبسوا مرول النادي الافريقي. علاش؟ لان مش قاعد يعرقوا عليه، مش قاعدين يلعبوا بالروح، مش قاعدين يعطيوا في حق الناس هذوكم الجمهور اللي عندهم مسؤوليه. ما في حتى ما عندهم حتى شيء، عندهم مسؤوليه حتى شيء ما عندهم. ما هم شبه مسؤولين واحد اليوم، مش هم المسؤولين عليها تو. مين قال يقول لي لعبت ثلاثه ديبلاسمات برا وكل شيء؟ كلوب افريكان في قوتها لا يوقفها ديبلاسمون ولا ايكيب ولا حتى جمعيه. راهو الملاعبيه، نحكي ملاعبيه، انا تعديت مع جيل اجيال تاع النادي الافريقي. الناس وقت طابت للمنزل الناس درد على المنزل. علاش هم بيدهم عاملين هذوما الملاعبيه؟ ما عندهم حتى بيدهم باهين عاملين، ما عندهم حتى كاليتي. لا 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 مش اليوم اذا وصلوا النادي الافريقي للحاله هذيا الملاعبيه كل ما عندي. بالعكس نحترم النادي الافريقي برشا. وقت نشوف النادي الافريقي تلعب مع المستير ونشوف الملاعبيه كيفاش تلعب وبداش روح. جاوبني على السؤال وقتها نفهم اللي كيبغي. جاوبني على السؤال، وين وصلوها؟ هما بيدهم الملاعبيه. نرجع لك وين وصلوها الملاعبيه نتاعهم؟ يكمل الفكره نتاعو. الملاعبيه اربع سنين تقول لي وينهم؟ الكوب افريقيا خسر دو فينال في تاريخ، عمره ما خسر دو فينال ورا بعضهم. بالملاعبيه اللي يحكي عليهم هو، الملاعبيه اللي يحكي عليهم هما لعبوا على التياح، الملاعبيه اللي يحكي عليهم هما هزوا حتى تيتر. شنو الملاعبيه تحكي لي عليهم؟ شنو الملاعبيه مقارنه بالملاعبيه نتاع الافريقي نتاع قبل؟ قبل وقت نحكي لك على زيت الويت، الاسماء اللي جابوها في النادي الافريقي مش هذوما الاسماء. اليوم لا علاقه هذوما الناس باش يكونوا ما عندهمش الجداره باش يلعبوا في كوبا افريكا. انت توا قاعد تواصل في نفس الغلطه اللي عندها توا ست ايام. اللي يقع صح الملاعبين النادي الافريقي الكل اللي هم عندهم مسؤوليه، ما فما حتى كلام في النتائج الكارثيه ذي. لكن راهو ما همش وحدهم. شنو مش ما همش وحدهم؟ انا نحكي سيكتور برانسيبو. لا لا نحكي انا، خلينا انت شو قلت؟ قلت اداره قامت بعمل كبير لك على المستوى الرياضي ما نجحتش. فشل رياضي غير عادي، غير عادي، غير عادي. ما تنجمش ما هو الناس ماهوش اغبياء باش انت تجي تقول لي راهو هذوما كانوا باهين ولا خايبين. علاش؟ شنو كانوا باهين؟ شنو عملوا باهين؟ شنو عملوا باهين؟ دو تيتا دو فينال خسروهم ولعبوا على التياح. راجع من بعيد جمعيه، راجع من بعيد، راجع من بعيد. وقعدنا بعوام قبل بموسم كانت تلعب بالتفكير والنزول. قول لي انت يا اخي ما نحكيوش على جمعيه عاديه، ما نحكيوش اربع سنين الملاعبيه اللي موجوده في كوبا افريكا ما طلعوش البلاتفورم، ما طلعوش بالي كبير كوبا افريكا. جمعيه كانت لك انا الجهه اللي تعديت على كوبا افريكا وانت طارق، انا نحكي لك على الناس دي مونيمون، نحكي نجبد لك عليهم. علاش قلت لك الناس هذوما لازم يحطوهم تصاور على التوقا وطار شيبي ولا يرحموا معاهم؟ لكن المشكلة هي ان هذوما الناس حسد سامحني حتى الكلام على الاطلال. شوف اليوم حتى الكلام على الاطلال راه شوف ما عندنيش نعرف يصير مقسوم. حتى الكلام على الاطلال راه ولا مش مقسوم. اعطيني كيفاش مقسوم؟ لا اعطيني كيفاش مقسوم. انا اولا الكادر ما همنوش الاولاد الصغار، الاولاد الصغار معناها نورمالمون اللي كادر شنو هما اللي كادر؟ هما اللي في الوقت الصعيب تلقاهم باش يهزوا ولاد صغار. ما لقيتهمش. كيفاش ما لقيتهمش؟ اللي كادر بتاع كادر. علاش مقسوم تقولوا؟ بيان سور مقسوم. كيفاش مقسوم؟ دي كلون، دي كلون، فما كلونات. فما نوع هذا، فما سو تفاهم ما بين برشا ملعبيه موجود. شكون هما؟ وهذه حقيقه. واسم سلامي تقول لك عليها. انا سلامي نقول لك، انا نقول لك. اسم مديري تقول لك عليها. انا نقول لك. وسلامي وقف على الداء الحقيقي نتاع الملعبيه، وقف وقف. إذا عمل لي تاليو ولا عمل دياغنوستيك وقف على الشيء هذايا، يعرف اللي ما فماش اونيون ساكري ما بين الملاعبيه اللي هزت كوبا افريكا في الحاله هذه.
دونك انا نقول كلام راني نقول مانيش من الفراغ نتكلم فيه. سمعنا فما فرق راه ما بين فيسير مقسوم وفما فرق بين ملاعبين مقصرين، فرق كبير ياسر. هو قال لك فيسير كان تقول لي مقسوم، راه نقول لك انا غلط، راه نقول لك انا زوير زوادي غازي عبد الرزاق. لا لا نسلم وتحكي معاه. لا لا مش مستحق، مش مستحق برا اسلو، مش مستحق ان نعمل تليفون. نعرف لا نعرف نادي الفريق، لا لا نعرف كل شيء. انت في الفيستير، لا لا مش في الفيستير. اما انا كي تقول لي كي تقول لي انت الفيستير تاع الكليب مقسوم، لا هذه غلطه صارت يا حاتم، عندها توا اسبوع ونفس الواحد يهزوا في الواحد. لا لا قال برشا طارق الكلام، عندهم مسؤوليه الملاعبيه، صحيح خلينا نرجع للاعبيه، عندهم المسؤوليه نتاعهم. ما فما حتى كلام هذا رفع المنع من تدريب يجب يصير في اقرب وقت، لانه فما برشا ملاعبيه خذوا اكثر من فرصتهم. لكن تقول لي مقسوم، راه مش مقسوم. نقول لك راه مقسوم على ثلاثه، مش مقسوم. لا لا مش زدتك انا، لا مش مقسوم، مش مقسوم ولا له مقسوم، ولا له مقسوم، ولا له مقسوم. واحكي للمدير الرياضي نتاعك تحكي لك كل شيء، خاطر وقف على الدال الحقيقي نتاع. لا لا فما حاجات كلام اللي قلته هو الكلام اللي معناها قاعد يتقال مكرم، قاعد يتقال انه فما دي كلان فما غيره، ما راه مش مجيد فقط ولا طارق ولا غيره. غلط غلط اي واحد غلط. لكن شو تحب تاني في كلوب تو طارق؟ لا لا جمعيتي نحكي انا، لا جمعيتي انا دقيقه. لا لا غلط يا ودي النادي الافريقي، يا مجيد لعبت مع كلوب افريكان، نادي الافريقي تعرف شنو الفالور تاع كلوب افريكان؟ نادي الافريقي كبيره برشا، راني نحكي على جمعيه نحبها نعزها ونفتخر بها. اي انا جمعيتي، انا نقول لك انا جمعيتي دقيقه نقولها انا. النادي الافريقي كان موجود هذا الشيف اسبيرونس، انا قلته ما خاف حتى شيء. هذا اللي موجود في النادي الافريقي، صحوا هذايا، صحوا قلبوا الملاعبين من بعضهم وحاولوا بتشوفوا ده تترجع كل مباراة. تشخيص مش كاريتي متاع النادي الافريقي. اخر 12 مباراة النادي الافريقي، اخر 12 مباراة عمل الانتصار ضد فريق ضعيف في الكاف، وخمسة تعادلات، خمسة هزيم وستة تعادلات. نورمال اكبر نكسه نتاع الكلوب افريكا مع اللاعبيه هذوما. ليه ليه انت توصل تقول انت؟ ليه قلت لك عندك اربع سنين اللاعبيه هذوما وناس الكلوب. انا لا لا عم ناوي تونس الكل شافت النادي الافريقي وشافت نفس الجروب هذا كمل المرتبه الاولى في المرحله الاولى، ما تنجمش تلعب في التوفه الثانيه. تسمى عملت سيزون خايبه. اي هذاك في النورمال. احنا تيتر احنا في وضعيه تيتر. احنا في وضعيه استثنائيه، النادي الافريقي سنتين التالي كان تلعب على تفادي النزول وين كنا واسمح. اي ليه نحكي لك ما تنحاش منع من تيتر، كان تنحى المنع. خذيت وقتك سمعت كلوب يا طارق تلعب على تياح. ليه قلت لك ليه بو واحد باش ما يبداش يسخن برشا ويحكي في نامبورت كوار، والنادي الافريقي كله لوجيك كله لوجيك. عامل تاني نلعب تفيد النزول. انا الجروب هذا بيدو، انا هو تحليلي الرياضي. انا الجروب هذا هو بيدو عملناه وكان خير برشا. عليه يزبك تمشي لي للدي، ما تقوليش انت هذا كل ما نحكيش على الكلوب افريكان. الجروب يزم يكون خير. انا الكلوب افريكان نحكي الكلوب افريكان اللي متاع الجمعيه تلعب على التيتروات معاك، هذه اربع سنين معاك، هذه حل من الكلوب السنين كل خدتهم بالمسؤولين اللي عندكم توا وبالملاعبيه اللي عندكم توا واللي ما شافوش الكلوب افريكان 10 سنين 15 سنين. شنو كان؟ قلت لك انت الكلوب افريكان تخوف. في بابريكا ما عادش تخوف.